دورني في حياتي ما عملتش حتى دوره تكوينيه في حد شيء، بخلاف قرايتي. ساعة بين ما تكونت بارك الله. مش بالدورات التكوينيه. مش بالدورات التكوينيه. فهذا شيء ما تمش، ولهذا بكل بساطه قلت انه ما تمش، وحسيت روحي مظلومه. يعني كان قال اشياء اخرى تمت، نفس الشيء لو كنت نتقلق لو كان قال راهي الفا يوسف شاركت في دورات تكوينيه في فريدم هاوس مثلا. وتعلمت كيفاش تبص الحريات في البلاد، مصلي على النبي وتجيب الديمقراطيه الى اخره، هذا ما صارش. هذا لو كان قال الفا يوسف راهي مشات قابلت مخابرات اجنبيه واعطاوها الطريقه اللي بها تبث الفتنه، كيف ما صارش. يعني كنت اختار الفا انك تشارك في دوره تكوينيه لاتيسيو ولا الفريدوم هاوس؟ ما نعرفش، انت وجهه النظر. انا لا شاركت لا في هذه لا في هذه. اذا كان القى روحي مجبره بينهم اثنين فقط، بالطبيعه نفضل لاتيسيو على الاقل في بلادي. نبيع روحي لولد بلادي، وانا ما بعت روحي لحد، وما نبيعش روحي للاجنبي. قلت اتحداك ان تاتي بدليل واحد، استحي من تلميع صوره بن علي فليتني لمعت سيرته، لانها مهما تكون اخطائه ارجل منك الف مره، ولكن لا احب الكذب. الكلام هذا معناتها غشش برشا ناس ولاموا عليك، معناتها انت قبل قلت وقت اللي انا نختلف معاهم نعتوني بكذا وكذا وبالعاهره، اليوم اختلفوا معاك باش تنحيلوا نوع من الرجوليه اللي هو كلام، معناتها فما برشا ناس اعتذر قالوا لك اعتذر، فما برشا ناس قال لك اهنت التوانسه وغيره، معناتها هكا انت مارست نفس اللي مارسوا فيه اللي تراهم متطرفين. ليش دخلت توانسه؟ اخي كي تقول فلان ارجل من فلان في راي ساعات نتفقوا. تو انت باش تلزني نحكي قبل الوقت على كتاب جديد ما بيسالش. مفهوم الرجوله هذايا ما عنده حتى علاقه بالجنس، راه بالجانب الجنسي هو جماع قيم معينه في مجتمع معين نسبت الى الرجوله، بما ان في مجتمعات ذكوريه واللغه الذكوريه نطلع ولا نهبط وذاك الموجود وذاك اللي عايشين فيه. كي نقولوا كي تقول انت صاحبك راك رجولي، راه ما فيها لا احاله جنسيه لا حتى، يعني مروءه يعني شهامه يعني كرامه يعني. واللي في الكلام اللي قلته انا، قلت بن علي ارجل من المرزوقي في اطار تفضيل، ما قلتش هذا رجل وهذا ليس رجل، هما زوز رجال بيولوجيا على حد علمي، يعني على حد علمي زوز رجال. فاشارتي هذا اللي نعرفه، فما حاجه في باليش بها قولوا لي، خاطر تاع في تونس الوقت هذا كل شيء ولينا نسمعه. ارجل يعني تصورت كما السيده ام زياد قالت بن علي ليست له ذره من الرجوله، نفرضوا مع السيده ام زياد ان بن علي رجولته صفر، بالنسبه للمرزوقي رجولته الا 10 ولا الا 15 فقط، يعني واضحه المساله. معناتها بن علي عنده قيم اكثر من مرزوقي، صعيبه معناتها كي نمشيو بلغه القيم، معناتها الرجوليه ما خممناش. شوف بالنسبه لي انا مهما تكون الاخطاء واللي هي اخطاء كثيره جدا تاع بن علي، ما باعش بلاده للاجنبي. مهما تكون الاخطاء اللي هي اخطاء كبيره تاع بن علي، التونسي كان على مستوى الامن عايش خير من اللي عايش تو. انا تو عايشه تحت حراسه عندي 4 شهور، دار بالله فرصه. انا يمكن حكيت ارجل جاتني من عندي واحد من الامنين اللي عاش عليا، كي نكلمه في التليفون مو ديما نكلمه، كي نشرب قهوه نكلمه كذا، حاطط غنيه تاع مزوج شنيا رجله صعيبه، ما عرفاش انا الغنيه اول مره نسمع، يمكن تلمو سمعت الغنيه هذيا اللي وليت المقياس هذايا ولا موجود ولا متوفر. اما الناس قالوا يقولوا يحبوا، هما يقولوا اللي يحبوا ذاك رايي، يعني كل واحد يقول اللي يحب، رايي ذاك هو ونتحمل مسؤوليتي فيه، وما نتصورش اني قلت كلمه قبيحه ولا كلمه عيب، قول فلان رجولي ولا فلان ارجل من فلان، هذه عبارات عاديه. وانا امراه تونسيه بنت الشعب، نحكي معك في الفلسفه في هايدغر في فيتغنشتاين قد ما تحب، ونقعد في القهوه مع الناس ونلعب معهم البولات ونحكي معهم بلغه الشعب، ما عندي ما نخبي وما عندي علاش نعتذر، ورايي واللي عنده راي حر نحترمه فهاد الحكايه. دونك انا السيكيورتي نتاعي حاط رقب خش صاحبك عني، دونك نقول سيد رئيس بن علي ارقب منك مثلا كل واحد. اما انت لهنا الفا وقت حاجتي بك يا الذمار ما لقيتكش، معناتها وريت انك ما تقبلش النقد، ما تقبلش حكايه معك. لا اسمع، انا راني ما نعمل حد شيء باش نعجب ولا ما نعجبش، انا مش ديما ضامره راه في فيسبوك، ساعات نكون جاده على الاخر، وساعات ذمار يظن لك انت ذمار عند عباد اخرين يظن ثقل دم على الاخر. ديزون نحكي على رحابه الصدر اللي وريتها نتاع تقبل النقد. ظلم نقبل النقد، اما الظلم لا، ما نقبلش الظلم، وهذاك علاش نقدم قضيه. ما نقبلش الظلم. لو كان قال راهي عملت محاضره في قصر قرطاج نقول له وي عملت محاضره، لو كان قال راهي عملت محاضرات في التجمع عملت محاضره على طاهر الحداد وعلى الفكر الاصلاحي التونسي، هذا صار. اما انك تتهمني بحاجه ما صارتش، الظلم لا، لا اقبل الظلم ولا ادافع عنه، هذه ماهيش حكايه وجهات نظر، هذه حكايه تتهمني بحاجه ما فيهاش. نفترضوا انا شاب نهضاوي نسالك الفا يوسف وقت بن علي كان برشا ظلم، مش بك قبلته معناتها وسكت؟ شكون قال لك قبلته وسكت؟ انت تعرف عليه كيفاش نخدم في الاداره نتاعي؟ تعرفني كي كان يجوني التليفونات والناس مازالوا حيين من وزير ووزير باش ننجح عباد في الكونكور، وقتها كانوا بالكونكور يعني شحوا مش بالاقدميه في السجون، وقتها باش ننجح عباد في الكونكور منهم واحد
كلموني عليه 15 بشر وقلت لا خاطر ما نجحش ما ينجحش. تعرفوني وقت اللي كانت الوزيره جي الزوز سكرتير نتاعي اللي مازالوا موجودين لليوم ويجم يشهدوا متحجبات كنت نخبيهم يمشيوا يتخباو باش يجي الوزيره ما تقلقهمش. تعرفوني كيف كانوا الطالبات المتحجبات يدخلوا مازالوا موجودين ومازالوا يشهدوا في المعهد الاعلى لاطارات الطفوله بكرتاج. حتى واحده من نهار كلمت رغم اللي بداوا يكلموا فيها البوليسيه ويقولوا لي عندك اللباس الطائفي وكذا نقول لهم لا وباهي تو نشوفوا تو نلقى حل. انا خدمت بلادي راه ما حشيش بأوسمة مانيش مناضلة جاه ربي لا تقول علي لاني مناضلة ولا خذيت فلوس ولا عملت دورات تكوينية. أنا مواطنة تونسية موقع صادق جوستومون معناتها صراعاتنا تأجلت من عام 56 طلعت كان 2011 صراعاتنا تأجلت من عام 56 والله أن كونتونسيو عندنا صراعات قديمة. باش نقول لك حاجة حتى ندخلوا في حديث الحوار الوطني علاش حتى نتاو ما نجحش نبعدوا على السياسة والخلفية السياسية هاد نحاولوا نفهموا فكريا اخي الحوار الوطني شنو هو فكريا؟ مش نعمل مصالحه؟ معناها نلوجوا على توافق مع بعضنا أي. مصالحه معناها ثم مشاكل. المصالحه مش قلنا 50 مره ما تتم الا ما تتم تصير المحاسبه. الحوار الوطني مش باش ينجح خاطر الناس الكل يحبوا على وفاق وطني من غير فتح الملفات. يحبوا على وفاق وطني بضمانات لفلان وفلان. إيه انا حابين نحاسبوا شويه صحفيين ومثقفين كيفك ما حبوش. انا وقت ما تحاسبوش بالعكس. هاو الكتاب الاسود مش محاسبه هذا؟ الكتاب الاسود. اي. شكون في الكتاب الاسود؟ دعنا من المشكله الشخصيه اللي قلتها بكري واللي انا عاوز اخرج انت منها واحكي لي على الكتاب الاسود. احكي لك على الكتاب الاسود. ثم بعدين اساسيين. البعد الاول هو البعد الحقوقي. الناس هذوما اللي ذكروا في الكتاب الاسود. الاشياء اللي عاملها هل هي اشياء قابلة للمساءلة القانونية؟ نعطيك مثال. أنا ساعات نغزر نلقى جماعة والله جماعة أساتذة أفاضل قراري ما نحبش حتى نذكر أسماء بعدين ولات تهمة وعار. تعرف شنو تهمتهم؟ مشاو شاركوا في حصة تلفزية يحكيوا على الإسلام دين وسطية واعتدال. والله ما كرهمش بلا تهمة كرهم مشاو حكاوا على الإسلام دين وتفجيرات وذبح وقصص. هذه تهمة ولا؟ المغني اللي غنى نهار من نهارات في 26 تهمة. هذا سؤال يعني هل الأشياء اللي قاموا بها هذه هل هي تهم أم لا؟ أولا في نفس الإطار الحقوقي احنا مع المحاسبة الفردية لكل شخص بالقضاء. القضاء يقول كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. الكتاب هذا شقول وقالوها جماعة أصحابي حتى حكيت معاهم جماعة دبروا رؤوسكم احنا هكا حطينا الناس الكل واللي عنده مشكل يتفضل يشكي. يعني كل انسان مدار حتى تثبت براءته. كيفاش إيه؟ نحلوا الباب نتاع كل انسان سامحني اي تفضل في ماذا ولا اي في باش فيك ايش فيك ويرحم والديك كمل الجزء هذه. اي كيفاش نحلوا الباب تاع كل واحد مدار حتى تثبت براءته؟ تو يجي واحد يقول ان السيد الرئيس ينتمي الى جماعه الاخوان المسلمين من سنه 98. واحد اخر يقول لك السيد الرئيس كانت له مشكله مع عامل في القصر. الاخر يقول لك الوزير الفلاني كان يصب بزملائه اللي ينتمي لنفس التيار وهذاك علاش ما دخلش للحبس رغم اللي زملائه الاخرين دخلوا للحبس. وين ملفات البوليس السياسي؟ وين ملفات الجلادين اللي عذبوا الناس في السجون وماتوا في وقت بن علي وتو اش بيهم مش موجودين؟ يظهر لي حسب الكتاب الاسود اللي يصب اخطر من اللي قتل اللي غني اخطر من اللي قتل اللي مشى عمل حصه تلفزيه على الاعتدال والوسطيه. انا نحب نعرف جماعة النهضة يندرى سامحوا جلاديهم بالحق إذا كان سامحوهم وتصالحوا معاهم ما عندي حتى مشكل ولا تلزوا باش يسكتوا على خاطر الجلادين من الأمنيين وعلى خاطر الأمنيين لازم نقعدوا ديما علاقتنا بالمنظومة الأمنية لاباس خاطر الأمن هو اللي عنده السلاح هو اللي عنده القوة. ما نعرفش أنا ماذا بيا نفتحوا الملفات من وقت بيرسبكتيف نتاع بورقيبة الملفات الكل زعما تحل في تونس وكان مش باش تتحل الملفات راهي باش تتفض بطريقة أخرى لسوء الحظ ضروري باش تفض بالطريقة الأخرى هذه. شنو الطريقة الأخرى؟ أنه باش نتيحوا للعنف لسوء الحظ كما نجحش الحوار الوطني اللي نتمناوه الكل ينجح شو باش يصير؟ شو باش يصير؟ حتى حد ما هو مؤهل اليوم شرعيا لا بالشرعية الانتخابية اللي وفات ولا بالشرعية التوافقية اللي ما فماش باش يحكم البلاد. شو باش نعملوا؟ باش تولي صراعات باش تولي تعنيف باش تولي دم يسيل يا ربي ان شاء الله نطلع غلطه يا ربي نطلع غلطه وفي الاخر باش تطلع حاجه ما نعرفوهاش شنيا ان شاء الله تكون ايجابيه وما تكونش هجينه. باهي الفا يوسف انت هل تمن انه الحريه يستحقوها ناس وما يستحقوهاش ناس؟ مش حكايه يستحقوها هي نتيجه الديمقراطيه وهذا قلتها قامت عليها القيامه. الديمقراطيه راهو في الغرب ينقدوها احنا لسوء الحظ ما نقراوش فما حاجه اسمها لا كريتيك دو لا ديموكراسي. ما حشناش باش نعيشوا في ديكتاتوريه الديمقراطيه تنقد الديمقراطيه ولا تولي حدودها الناس الكل تجي ضدك. لا لا الديمقراطيه عندها حدود. الديمقراطيه جابت هتلر
الديمقراطيه جابت هتلر، الانتخابات جابت هتلر، فمش مساله يستحق وما يستحقش. بالنسبه لها الديمقراطيه تمشي، يلزم شروطها تتوجد، ونهار تتوجد شروطها وبشويه بشويه قاعده تتوجد، باش يجي نهار وتجي بطبيعتها. ما تجيش على الدبابات الامريكيه كما جات في العراق، ما تجيش بالطيارات نتاع لوطون اللي قتلوا عشرات الاف الليبيين باسم الديمقراطيه. نو فنكونوا فايقين شويه، شنو الديمقراطيه؟ فما هو فما ديمقراطيه في العالم توا؟ فما ديمقراطيه في عالم فيه مجلس امن خمسه من الناس عندهم حق الفيتو؟ فما ديمقراطيه في اسرائيل عندها نووي وتجي تقول لك الدوله بحذاها ما عندهاش نووي وانا عندي؟ أوزر هذا تعويم للموضوع، معناتها هذا هو الموضوع. أوزر الديمقراطيه هي مثاليه ولكن كل واحد يحقق منها اكثر جزء ممكن. هذا هو الموضوع، ما حققش. شنو هو الجزء اللي ترى فيه محقق في العالم؟ شنو اطفال الفلسطيني مقتولين ولا العامريه اللي ما ننساهاش نتاع العراق؟ نحكيو على الديمقراطيه الداخليه، اسرائيل مثلا ديمقراطيه داخليه، امريكا ديمقراطيه داخليه. معناها نعملوا ديمقراطيه داخليه ونهدوا على عبادنا نفكوا لهم الثروات نتاعنا. داخل المجتمع نبنيو الديمقراطيه من بعد هذوكم. لا ما قلتلكش انا ما نبررش، اما مش معناتها خاطر اسرائيل وامريكا والمانيا ما همش ديمقراطيه انا نولي نعيش في فوضى. معناتها قلت لك انا معناتها انا ناقش فيها فكريا انا كهوا، ما قلتلكش نعيشوا في فوضى، انا قلت لك باش تجي الديمقراطيه كنتيجه فقط، اما تنجم هي اونترو تون تجيب لك فاشيه بعدها هي تجي ديمقراطيه. مش حتى مشكل، اما هيش هدف في ذاتها، هي نتيجه مش هدف. واضح. به الكل. شنو صحيح معناتها اليوم؟ هذاك رايي يعني صحيح بارابور لي انا، مش صحيح في المطلق، هذاك رايي. يعني نعطيك اكزامبل، ام زياد مثلا. سيده ام زياد نقدتني ولا نقدت قراءتي، هي قراءتها او مقياسها وتصورها للمروءه او الرجوله مختلف عن تصوري. مش معناها انا عندي مقياس الرجوله ولا هي عندها، احنا اللي هلكنا راهو الاجماع. ربما الإجماع. مثلا نفسر لانه ام زياد تقمعت وانت ما تقمعتش، قعدت تترقى وكنت محظوظه في النظام العلي، ما تقمعتش، ما كنتش في التجمع ولكن كنت محظوظه. مش المشكل اخي سامحني، لذلك يظهر لك من علي عنده رجوله وهي تقمعت يظهر لها ما عندوش. انا مشكلتي مش اني نلوم فيها على مقياسها للرجوله. لا قلت راهو يختلفوا المقاييس. يختلفوا نعطيك مثال، ام زياد وقت اللي كان زوجها وزير في حكومه السيد الباجي قايد السبسي لم تنتقد الباجي قائد السبسي وتعتبر ان ذلك رجولا، وان تنتقده بعد خروج زوجها من الحكومه تعتبره رجول. هي رايها تصورها قراءتي لها. يعني احنا تعرف الرجوليه بالمعنى الاجتماعي وين تعلموها؟ تعلموها في الحومه. سيده ام زياد احنا من الساحل الزوز لكن ماناش فرد حومه، كل حومه كيفاش تعلم المقاييس نتاعها نتاع قراءه العباد. فهي حره في رايها ونحترمها ونقدرها ومراه فاضله، ولا حره في رايي ولا انا عندي الحقيقه ولا هي عندها الحقيقه. مش هذا التعايش، ما فماش حد شيء خطير في المساله. يعني التحرك اللي صار خلفيته نفسيه، تو في الكتاب الجديد تظهر ان شاء الله. لانه مس الكلمه هذيك، خاطر خلاو ستاتيو الكل وشدوا في الكلمه هذيك. اللي عندها دلالات عميقه، عندها علاقه بالخصا وعندها علاقه بعلاقه الذكر بالانثى وعند في اطار اللاوعي، في اللاوعي نحكي في علاقتنا بالام وبالبنت. حتى اللي نقدك باش تخرجوا معقد. لا مش معقد، كلنا معقد. لا لا كلنا معقد يا نوفل. بما ان فرد مجتمع وتولدنا فرد بلاد، نحملوا نفس العقد. كيف كيف؟ كلنا كي بعضنا بدرجات وبر. انت تمن بالتعايش، علاش كي تحكي على النهضه ولا على الاسلاميين تولي ما عادش تحكي على التعايش؟ خاطر هما يحبوا يقصيوني. الله يرحمك يا شكري بالعيد، الله يرحمك. هو قال احنا نجموا يتعايشوا معنا. خير كي كنت نحكي لك توانا على كاتبتي زوز متحجبات اللي قلت لك نخبيهم كي تجي. سامحني لا مثال، يعني وينتمي وتوا ينتمي للنهضه. يعني انا ما عنديش مشكل، انا ما تقصينيش. انا اللي قلقني في التيار الاخوانجي، ما عادش نحب نقول الاسلامي، هو انه هو يحب يقصيني. اخي انا علاش نحوس بالحمايه؟ ما هو يحب يقصيني، انا ما نحبش نقصي، انا كنجمو نتعايشوا مع بعضنا. مش هو يحب يقصيك، كان صار شريعه يحبوا يقتلوك. علاش؟ ماهوش ماهمش اللي في الحكم، هذا تيار اخر متطرف. انا في بالي اللي في الحكم يقول اللي في الحكم هما اللي يحميوا فيك تو، معناتها موفرين لك الداخليه والحمايه. اللي موفر الداخليه والحمايه الامن. الامن اللي تابع للحكومه. والامن انواع اليوم في تونس، ونحيي الامنيين الشرفاء اللي موفر الحمايه اليوم هم الامنيين الشرفاء ويسوغوكونيتخون لا سيما في سوسه، مع احترامي لهم الكل. الامنيين الشرفاء ولكن الاوامر جات من الوزير اللي هو تابع الحكومه. ألف علاش؟ نوفل ما تنزليش باش نقول حاجات مش وقت باش تتقال تو، ان شاء الله تو يجي وقتها، برشا حاجات باش تخرج من بعد، مش وقته تو. نعاود نقول تحيه للامنيين اللي معايا واللي يحميوا فيا هم الامنيين الشرفاء. الامنيين الشرفاء معناتها واللي يحمي فيا هو ربي قبل كل شيء. ربي يحمينا الكل.